نحن جلسنا مع السيد الرئيس وناقشنا القضايا المتبقية طبعا بعد إعلان رئيس الجمهورية بالعودة إلى 10 الولايات. نحن الآن اتفقنا على نكون أو نشكل الحكومة في المواعيد يوم 22 شهر 2 بعد يومين من اليوم. مبروك عليكم يعني. القضايا الثانية المتبقى نحن في الفترة بعده نحن نناقشه وواثقين جدا أننا بنحلها.